ويطلع واحد سني يقول لك لا اصل الشيعة مش كفر. لا كفرة، لان الشيعي النهارده مش كافر مرتد، لا الشيعي النهارده كافر اصلي لانه جاء من ابوين كافرين. لكن انتم كفار، لستم من الاسلام في شيء. اسلام ايه؟ الروافض الشيعة الذين يسبون ويسيئون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمون أمهات المؤمنين أو أمنا السيدة عائشة، هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار. هل الشيعة من طوائف منهم المسلم الكافر أم الروافض كفرة؟ الروافض كفرة والنصيرية كفرة والدروز كفرة، يعني طوائف كثيرة جدا، لكن الروافض والإسماعيلية الاثنى عشرية كل هؤلاء كفرة. طيب صدق، هل الكفر كفر نوع ولا كفر عين؟ لا الكفر عين، أنا أدين الله بكفر عين على هؤلاء. الأطفال مثلا ترعينا وكده يعني وتربوا على كده يعني. خلاص سامعوا منا إن إحنا قلنا إن هذا كفر، يرجعوا. وسامعوا منا إن إحنا قلنا الإسلام في 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 جانب وهؤلاء في جانب آخر. فالشيعي الرافضي أصلا هو كافر مشرك بالله عز وجل. روافض فسروا القرآن، تكلموا عن آداب القرآن، روافض كفرة كفرة كفرة. في شيخ اسمه نور بتاع مقارنة الأديان وعنده قناة على اليوتيوب وبتاعة الشبهات، تمام؟ ده بقى شيخ سني وقال الله وقال الرسول. المهم في صديق ليا بعتهولي ودخلنا على البرايفت بشكل خاص، قلت له يا شيخ نور أنا مسلم وبحب ربنا عز وجل وبحب رسول الله وبغير على رسولي جدا، لكن أنا في وقعة حصلت عندي بجوار قريتي، في شيخ سني عمل فتوى، تمام، بسبب إن كان في حوالي أسرة شيعية موجودة جنبي في قريتي، فالشيخ ده سخن الناس، أقسم بالله هذا ما حصل، والله العظيم هذا ما حصل، سخن الناس على الشيخ ده، فكل شباب البلد راحوا قتلوا الراجل ده وذبحوه، والله اكبر والله اكبر، بحجه ان هو خارجي، جاب بقى بعض الاحاديث وهكذا، شيء لا يرضى الله ولا يرضى رسوله، مع ان المسلم الشيعي ده واقاربه او اخواته اللي ماتوا كمان مسلمين، ولا سبوا الصحابه ولا شتموا، يعني يمكن حتى هو لو بيكره الصحابه جواه، لكن ما بيمشيش. الشيخ السني ده عمل فتنه وخلى الناس للاسف الشباب، والشباب دول اصلا كلهم شمامين ولا فاهمين دين ولا اي حاجه، وطلعوا قتلوا الراجل وقتلوا اخواته. دي من ضمن المواقف اللي خلتني افضل ابحث كتير. انا اتربيت على كره حاجات كتير جدا جدا، ومن زمان حاجات انا مش مقتنع بيها،